أما ما سألت عنه في هذا الحديث فهو حديث أبي سعيد مرفوعا: إذا قال العبد الحمد لله كثيرا قال الله تعالى اكتبوا لعبدي رحمتي كثيرا. هو عند ابن أبي شيبة لكن فيه عطية العوفي وهو ضعيف. وجاء عن سلمان مرفوعا قال: رجل الحمد لله كثيرا فأعظمها الملك أن يكتبها وراجع فيها ربه، فقيله اكتبها كما قال عبدي كثيرا. أخرجه الطبراني وفيه يوسف الواسطي، ولذلك قال الهيثمي رجاله ثقات، وقال إن يوسف لم أعرفه. وجاء عن أنس أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاء رجل فسلم عليه، فقال رجل السلام عليكم ورحمة الله، فرد النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما جلس الرجل قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له. فقال صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ فرد عليه فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها عشرة أملاك كلهم حريص على أن يكتبها، فما دروا كيف يكتبونها حتى يرفعوها إلى ذي العزة، فقال اكتبوها كما قال عبدي. هذا عند أحمد ورجاله ثقات، لكن خلف ابن خليفة اختلط في آخر أمره.